أقول أنا طالب مغترب وأدرس في القاهرة وأسكن مع خالي، ويطلب مني أن أنكر وجوده لمن يتصل به، فهل أطوعه؟ لا ما أطوعوش، تطوعه في حدود وصايا ربنا، خارج وصايا ربنا ما أطوعوش. وأقول له بصراحة أنا ما أقدرش أقول إنك أنت مش موجود وأنت موجود، يعني نشوف لها حل تاني. بعدين بيكمل يقول في حين أنه في حالة غيابي عن الشقة ووجودي في الكلية لا يرد على التليفون. ويحدد أوقات معينة لأصدقائه للرد عليه. قل له أنا مستعد أطوعك في حدود وصايا ربنا.